لأكثر من 70,000 طالبة وطالب انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي وسط إجراءات احترازية مكثفة، وتستمر الامتحانات 3 أسابيع على أن يكون الخميس والجمعة والسبت أيام راحة للطلاب. اليوم بداية امتحانات الشهادة الثانوية، عندنا سوق الجمعة طلبة متاعنا بدو اليوم، بدينا الصبح الساعة 8 والأمور تمام، الإجراءات الاحترازية كلها تمام، الوزارة وفرت لنا الكمامات والجيل والجهاز لقياس الحرارة والأمور تمام. بعد كيف سات؟ طبعا احنا كنا في استقبال التلاميذ اتمام الشهادة الثانوية، وكان الحمد لله استقبال رائع، وكانوا التلاميذ ما شاء الله يعني تفاؤلوا، كانوا في قمة يعني الارتياح والطمأنينة لما خشوا المدرسة، والحمد لله يعني كان استقبالهم في كل شيء يعني متوفر لهم، بالنسبة للتعقيم، بالنسبة للكمامات، بالنسبة للحرارة، قياس درجة الحرارة، الأغلبية العظمى الحمد لله ما يعانوش من أي مرض، لك الحمد والشكر يعني بالنسبة بصفة عامة للتلاميذ كلهم. ولاستقبال الطلاب شكلت الوزارة فريق عمل ميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات التعليمية، كما جرى تجهيز قاعات الامتحانات وفق معايير صحية من أجل توفير بيئة آمنة لكل الطلاب في كافة المناطق. بداية موفقة إن شاء الله. عدد اللجان طرابلس المركز كانت هي أكبر عدد من اللجان، 31 لجنة امتحانية تمتحن قدام بلدية طرابلس المركز، منها من سوق الجمعة، وكذلك من حي الأندلس، وكذلك من بوسليم، وكذلك بناتنا اللي داخل طرابلس المركز. عدد الممتحنين حوالي 7,000 طالب، والحمد لله رب العالمين، كان بداية موفقة بدون جائحة كورونا إن شاء الله. وفرنا بعض الإجراءات الاحترازية من حجرات خاصة إذا كان تم الاشتباه فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق لجنة صحية الحمد لله متكونة من المصعف الصحي وكذلك ويتحدى الطلاب والطالبات بخوضهم الامتحانات هذه السنة ظروفاً وأجواء استثنائية عديدة، ومع جهود وزارة التعليم وأولياء الأمور والجهات المسؤولة على سير الامتحانات ينجح الطلاب في هذا التحدي ضد جائحة كوفيد-19. لقناة ليبيا الأحرار، سنا حبيب، طرابلس.